يا ريت ابويا كان لسه عايش. حاجات كتير كانت هتتغير. انت عارف لو عرفتني وسط اهلي كان ممكن. ممكن ايه؟ تقدم لك مثلا؟ وكان ممكن ارفضك مثلا. بعدين بقى. بعدين في ايه؟ فيكي عاملة زي ما تكون طلعتيلي من تحت الارض، بقالي شهرين موريش غيرك. هو انا مضايقاك قوي كده؟ انت فاهمة انا قصدي ايه؟ لا مش فاهمة. انا بقيت مركز معاكي في كل حاجة، عايز اعرف كل التفاصيل عنك، الحلوة قبل الوحش. الدنيا دي غريبة جدا. انا بفكر لما كنتش عرفتك، قصدي يعني عرفتكم، كان ممكن ايه اللي يحصل لي؟ عادي جدا، كنت هتقابلي ناس تانية ويمكن احسن مننا كمان، او كنت شفت شر كان هيأذيني. انا عارفه ان انا مش هقعد معاكوا هنا كتير. انت عايزه تمشي؟ لا انا عايزه افضل معاك، قصدي يعني معاكوا. معاك ولا معاكوا؟ هو انت ليه عملتني كده اول ما جيت عندكوا؟ يمكن كنت خايف يحصل اللي انا فيه دلوقت. اللي هو ايه؟ لبنى يلا انزلي، عايزيني. يلا جايين. انا هنزل تحت. أبو سمرة أنا إيه بس عديت كده؟ أنا إيه؟ أنا جيت صدفة على المراش. صدفة هنشوف إحنا الصدفة الحلوة دي، هنشوف. عم راشد أنا ما عملتش حاجة. عم راشد من عارف، أنا أمي هي اللي عملت، أمي هي اللي عملت أصلاً. أنا جيت بالصدفة عم راشد، ما أنت عارف. إيه أنتوا إيه اللي جابكوا هنا؟ مفيش، أنا كنت جاي لك عند غنوة، لقيت الباشا قاب بالصدفة. بالصدفة؟ لا يا أخويا مش بالصدفة. أبو هناء بعته يرقد لي تحت بيت غنوة، لكن أنا بقالي ساعة بلففه على كعوب رجليه. طب ما تنت كده وتقول لنا إيه العبارة بقى؟ أنا عم راشد، أنا بنفذ كلام المعلم. عم راشد ما أنت عارف. شفت؟ أهو. طيب، تاخد بعضك بقى وتمشي وما تبصش وراك. وتقول لأبو هناء المعلم راشد بيسلم عليك، تمام؟ أوامر يا عم راشد. إيه؟ أوامر. إيه؟ أوامر. غور في داهية يالا. تعالي. سيب إيدي. الله. يا ولية تعالي في إيه؟ يا راجل بقول لك سيب إيدي، في إيه؟ الله. لا يا حبيبي، الغلط أوله من عندك. شيلت مراتي شغل وأنا قايل لك إنها في حماك. وراشد، راشد كان لازم يهرب. يعني أنت وابن عمك أكلتوها لي يا علي يا غور؟ لا يا ونسي. لا يا ونسي، ما تقولش كده. ماشي يا علي يا روح، انا هعمل الاصول وهديك 3 ايام. انا عارف ان هم هيكلموك. لو اللي ليا ما رجعليش يا علي يا روحي، هيبقى ابن عمك ومراتك واللي يشدد لهم في ذمه ربنا. انت لو كنت عارف تجيبهم كنت هتكلمني. الخط قطع. متشكرين يا عم. اي خدمه علي، لما اتكلم تاني هبجيب لك التليفون. مش هيتكلم تاني. غور على امك انت وهي. Thank you.
بس عمنا عبدنا ايه يا عم خضتني فين الحساب بس عشان بنقفل الورديه كام 36 جنيه ايه يا عم ده 2 شاي و2 قهوه وعصير ما هو 2 شاي و2 قهوه هنا وعصير ب 36 جنيه ايه نقوم نمشي هتقفل ولا ايه يقفلوا ايه احنا العصر احنا هنا شغل 24 ساعه انا بس يعني بحاسبك عشان خاطر الشفت الجديد وبعدين بقى في الغلط ده يعني ايه يعني شفت حضرتك انا شفت اللي هي ورديه ورديه طب يا اخويا صحيني الشيبس اللي جاي هات 4 جنيه 4 جنيه حاضر بكره الصبح ان شاء الله واثنين موظفين عندوك على الورق بعد كده بقى مش هيبقى فاضل غير انه يتختم بخدمة النسر ايه ده؟ يعني هيطلعوا لها شهادة ميلاد وبطاقة عادي؟ اصلها ساقطة قيد هنخلص عشاء وننزل على طول لا على طول ايه؟ انت هتستنوني ساعتين اخد الشاور بتاعي وانشف شعري ساعتين؟ ايه ده؟ انتوا رايحين فين؟ والله يا ماما احنا كنا يعني نازلين كده نشتري شوية حاجات لكن العجيبة بقى إن الأستاذ طارق تفضل وتنازل وهيجي معانا. طب أولاً بقى أنا مش نازل معاكي. أنا نازل أشتري فستان للبنى عشان تحضر معانا فرح بنت اللي هو خليل. فرح. إيه ده أنت شئ؟ بنات كتير بتجيب في سيرتك. كان عارف يختار منهم واحدة يتجوزها. بلا خيبة. سامعة؟ قولي لها أختك وتهزر معاك أختي قولي لها حاجة أنا قلت أحسن يا خلاص كلت حصلني عشان عايزك خير يا حاج لاحظ حاجة غريبة طارق بينك وبين لبنى مش فاهم اسمع طارق صحيح لبنى بنت طيبة ولطيفة بس احنا ما نعرفش عنها أي حاجة فما ينفعش انك تفكر بس يا حاج ما ده الكلام اللي أنا قلته في الأول الموضوع اختلف صحيح هي بنت غلبانة ومسكينة واحنا بنعطف عليها بس برضه ما ينفعش نحبها ولا نفكر نتجوزها انت نسيت انت مين؟ نسيت ابوك يبقى مين؟ على العموم يا حاج لسه بدري قوي على الكلام اللي انت بتقوله ده بدري؟ يعني ممكن تفكر في الموضوع ده؟ انا ما انكرش اني معجب بيها يعني لا لا يا طارق من دلوقتي بقول لك لا بالصلاة على النبي يا استاذنا الايجار المفروش ده ليه شروط وخصوصا لما تبقى اللي هتأجر وهتسكن واحده ست ايوه ما انا مش شبعاب معاها برضه قوي يا عمنا راشد ده يبقى ابن عم جوزي يعني زي اخويا بالظبط هيجي يشق عليا ويمشي على طول يعني ما يضرش بس صلوا على النبي عليه الصلاه والسلام مهنه السمسره دي اهم حاجه فيها السمعه وانا راجل سمعتي زي البرلنت والناس مالهاش غير في ابو ورق اللي هو بيبقى عامل ازاي ده؟ راجل وست ساكنين في شقه مفروش مع بعض يبقوا حاجه من الاثنين يا اخوات يا متجوزين متجوزين رسمي زي الفل متجوزين عرفي ما يضرش من غير ورق ما عنديش شقه مفروشه